كلها بتعمل ايه؟ عمليه جذب نوع من استراتيجيات جذابه. انا بعد الدرس اهم حاجه عمليه التخطيط. بعد التخطيط انت حدد الوسيله اللي انا بستخدمها. ان الوسيله او الطريقه، هل هي طريقه الدسكشن والمناقشه؟ هل هي طريقه ايه؟ لعب الادوار؟ او هل هي طريقه مثلا اللي هي الاستنباطيه او الاستدلاليه؟ دي كلها طريقه بتستخدم فيها التكنولوجيا الحديثه اللي انا هي ببسط الماتيريال بتاعتي اللي بقدمها للطلبه. ده كل دي وسيله لتبسيط الماده التعليميه، بتعمل نوع من التفاعل للمتعلم والمشاركه عن طريق الادوار. دي بتنمي ايه؟ مهارات التفكير والابداع لدى الاطفال. فهل تحديد الهدف، التخطيط للهدف، تخطيط للوسيله، تخطيط للطريقه، ده كله بيعمل ايه؟ بسهوله جدا توصيل المعلومه وتبسيطها وتحقيق الهدف الاساسي، كله ده بيحقق الهدف الاساسي اللي انا بسعي له. تمام؟ طيب ايه هي قلنا الاساليب؟ الاساليب المستخدمه، الاساليب المستخدمه لضمان اشتراك جميع النقاشات. يمكنك ان تقنين المعلومات باتصال التغلب على كثير من المشكلات طبعا التي تواجهها ببساطه. مطبقين في ذلك مهارات ايه؟ الفرد 21 في العيله اللي هي كريتيكال سينكينج، التفكير الناقد، انالايزنج بروبلم، تحليل المشكله تو سمول يونتس الى وحدات بسيطه جدا، وبعد كده عمليه ايه؟ كولابوريشن، انا بتناقش، وبعد ما اتناقش انا بجمع كل الافكار بتاعتي، وبعد الافكار بعمل عمليه ايه؟ انالايز تحليل، وبعد التحليل بنعمل عمليه الكوميونيكيشن، التواصل بين الطالب وبين الاقران، مستخدمه البلوك، مستخدمه المواقع الاجتماعيه الفيسبوك، او انا عامله ايه؟ موقع او الايميلات، البريد الالكتروني، التواصل بين ايه؟ المعلم وبين المتعلم، وبين المتعلم ايه؟ والمتعلم والاقران، وهكذا. دي كلها وسائل بتنمي لتحقيق الهدف التعليمي، بتساعد المتعلم على انه يبقى متحكم في العمليه التعليميه، لان الطالب هنا بيبقى ايه؟ مبتكر، الطالب باحث، الطالب ايه؟ بيكون بالتجربه، الطالب هو اللي بيوجه مجموعه من الحلول، يبقى اصبح الطالب اللي هو ايه؟ تغير من ملقي او متلقي للمعرفه الى ناتج ايه؟ للمعرفه. تمام؟ طيب نشوف مجموعه ثانيه، نشوف مجموعه ثانيه في الشرايين. طيب بالنسبه لايه؟ وجهه نظر المدرس، هل لدى المدرس قناعه بفاعليه اسلوب التدريس؟ لازم يحدد، هل هي الطريقه التقليديه هي الاصلح للطالب؟ هل هو المتسيطر المحكم؟ طبعا الادوار دي بدات ايه؟ تتلاشى، لان هي عملت خمول في الفكر لدى الطالب. عملت نوع من الخمول للطالب، وانما تغير دور المعلم الى دور الموجه، المساعد، ايه اللي هو ايه؟ موجه للعمليه التعليميه. موجه فقط ومساعد لاي ايه؟ لايه؟ لفكر الطالب او ايه؟ لايه الطلبه ايه؟ كلهم مما يتلاقي درس بتاعك. انت في المدرسه بتعمل ازاي؟ اي درس ما تيجي تبدا في البدايه بنعمل ايه؟ تهيئه. بعد التهيئه ايه هي التهيئه؟ بنعمل ايه؟ برزنتيشن. ملخص الدرس السابق. بالظبط. ايه بعد التهيئه نعمل برزنتيشن. عمليه عرض مثلا مجموعه من اللي هي ايه؟ الاسئله، ثم ايه؟ حدد الطريقه بتاعتك، استخدم الاداه التكنولوجيا اللي هي تبسيط الهدف. هي نفس الكلام، اقول لك استخدم التهيئه، تهيئه الفصل، الصوره الكليه توضح اهداف الدرس، لازم اكتبها واحددها بوضوح، وبعد كده العرض. بس انا بركز كمان على كلمه العرض اللي بوصلني لتحقيق الهدف بتاعي. استخدمت ايه في العرض؟ استخدمت برزنتيشن، هل انت استخدمت في الفيديو، هل انت استخدمت طريقه استقرائيه، استنباطيه، مدمج، ده كله مستخدمين ايه؟ التكنولوجيا. بعد كده بيجوا في عاملين ايه؟ الابلكيشن، التطبيق. شوف انا مثلا مدرس الرياضيات، انا بعرض ماده مثلا عن المربع، المربع والشكل الرباعي، وانا باخد الطلبه مثلا هم بيرسموا زي ما قلت كده، هذا الشكل الرباعي خارج حدود الفصل، ناخدهم في الجنينه مثلا بره، بحدد الطلبه هذا الشكل الرباعي لعمل حوض نباتات، وهم بيعملوا الطريقه دي. انا اخد طالب زي ما قلنا طبق نظريه الذكاءات المتعدده، يعمل فيديو ويصور الكلام ده، يبقى الفيديو ده بيساعدني عند اعاده مراجعه الدرس. نفس الكلام ماده الاحياء، انا عندي ايه؟ الطلبه حاليا بيدرسوا التحليل النباتي، كل طالب انا شايفاه بيعمل ايه؟
بيشوف ايه هي الفرق ما بين الخليه النباتيه مثلا والخليه الحيوانيه. كل واحد عنده مايكروسكوب يدخل ضربه اثناء عمليه اجراء التدارس، برضه احيانا بينهم المبدأ ممكن يعمل الفيديو وبيعملوا يعتبر ايه ابلكيشن او تطبيق للدرس. خلاص، وزي انا بعرف مدى الثالثه مغلف او مصور كامل في برنامج تعليم. النهارده ان شاء الله هنشرح برنامج كود ستوري. كود ستوري ده برضه من البرامج اللي انا ممكن لو عندي موضوع قصصي او قصه عندي قصه ممكن اعمل قصه صوريه وتحتيها ايه الماده العلميه صوره مشوقه للطلاب. مدرس الماس ممكن يجيب مثلا شكل رباعي ممكن يعرضه خلاص مجموعه او تحتيه الماده العلميه، ممكن بعديها ايه عرض ايه اللي هي المشاركه للطلاب بالتحميل اي مصورات اي فيديوهات للبرنامج. ازاي انا بدخل عليه مؤثرات جذابه جدا وبعمل فيديو تعليمي لماده او لدرس تعليمي كامل. نشوف انا هنبدا كلمه امبورت بيكتشر، يعني امبورت هات ايه استرداد الصور ممكن على سطح الماده. ابص على الصور بتاعتي اهو، شوف اي صور عندي موجوده وانا اجي اهو، ادي اي صور موجوده هنا، اي صور هنا موجوده عندي اجيبها اي صور. اشتغل على الجهاز بتاعي، اشتغل على الجهاز بتاعي. نرجع تاني للصورة، اقول له نكس. انا حطيت صورة، ممكن احط صورة تاني، ممكن احط صورة تاني خلاص، ممكن احط اي صورة تاني، ممكن اتحكم فيها خلاص، اقول له ايه اتحكم فيها اي صورة وهكذا. انا عايزة الصورة دي ماشي، عايزة الصورة التانية ماشي خلاص، خلينا في الصورة دي. كده شايفه كده ده كده الطالب هو اللي بيبحث عنها.
الأستاذ أحمد خلف حكم عالم دراسات اجتماعية في إدارة الأمور التعليمية ومدرب التد، وأنا شايف إن الشريحة الثانية هو الدور المعلم بيبقى موجه ومرشد للطالب، وبرضه في الشريحة الثانية بيبقى الطالب عنده قابلية على التعليم أكثر وتفصيل المعلومة أكثر. شكراً شكراً. أستاذ أحمد عبد السلام جلال معلم اللغة العربية إدارة الأمور التعليمية. أنا شايف إن دور الطالب في الشريحة الثانية وقعات لأن هو بيجمع المعلومة بنفسه، فالمعلومة بيجمعها بنفسه لا يمكن إن هو ينساها، فكده دور الطالب هنا فعال، كذلك دور المعلم مرشد. أما في الشريحة الأولى فده تعليم تقليدي، والمرشد ملقط واحد بيلقى معلومة والتاني بيتلقنها، فده تعليم طبعا غير فعال. شكرا. أستاذ الشحات عبد الخطاب مدرس أنا رأيي إن بالنسبة للشريحة الأولى عبارة عن تلميذ ليها ثلاث لها دور في العملية التعليمية. بيسمع معلومات هو بس خلاص. معلومات بتديله خلاص هو مش أي دور في العملية التعليمية وسلبي. وهو الدور كله مركز على المصاب بكل الدور العملية التعليمية على المدرس. المدرس هو اللي بيتكلم هو اللي بيشرح هو اللي بيقوم به. شوف الشريحة الأولى للكتاب واللي شكله إيه؟ الكتب صحيح. هيوصل لإيه؟ لأن كده هي ما فيش
هو خريطة العرض المباشر بس. الشيخ المعلم كله متهم ولا مسؤول؟ شوف العلم، شوف الضرب، شوف العلم. بعد كده النقطة الثالثة تفعيل الجهاز المهاري. اللي هم مفتقدينه في مدارسنا يعني نهائي يعني. لأن هنا في جانب مهاري أنا شايف فيه هنا في الشريحة الثانية أن الطلبة بيستخدموا أدوات معينة يعني تفعيل الدرس، الفهم المعلومة أكثر. الجانب المهاري بيأكد المعلومة في ذهن الطالب. محمود عبد النعيم مدرس رياضيات مدرسة قصر الجليل إسماعيل الإعدادية التعليمية. أنا شايف إن الشريحة الأولى ده تعلم تقليدي، المعلم فيه هو الأساس، قائم على إن المعلم هو الملقن وإن الطالب مجرد وعاء لحفظ المعلومة. بينما الشريحة الثانية دي تعلم حديث، تعلم نشط، استخدام وسائل التكنولوجيا، المعلم ما هو إلا مرشد. والتعليم قائم على أساس الطالب، الطالب هو اللي بيعمل معظم الحاجات فيه، بيستشف بس الخطوات الرئيسية من المعلم. أنا شايف أن أساليب سوء العقاب النوع الأول ما هو العقاب إيجابي، ضرب عنف فقط. عقاب سلبي ان انا امنعه عن حاجه، يعني ما ادهوش حاجه هو عايزها، انما عقاب ايجابي ان انا اضربه والعقاب مادي، يعني ان انا اوقع عليه سليم عمر. اسمه عقاب ايجابي، في عقاب ايجابي وعقاب سلبي. أنا شايف إن النوع الأول من التعليم نظام تقليدي هو نفس أسلوب المستخدم في سوق حصر التعليم عندنا هنا، ولذلك النتيجة بتاعته مش كويسة يعني. شايف التعليم التاني أو الشريحة التانية أفضل طبعاً، إنه بيخلي الطالب إيجابي بيشارك في العملية التعليمية، بيستخدم بيطلع قدرات الطالب نفسه ويبدأ يبين الظروف الفردية بين الطلاب. الطالب معلم كمان بيكون في النوع الأول هو اللي بيعمل كل حاجة، الملقن هو اللي بيعاقب، هو اللي الطالب ملوش اي قيمه في النوع الاول. النوع الثاني كمان الطالب كويس خالص، يعني الطالب شايف انا بيشارك في العمليه التعليميه، بيطلع مواهب النوع الثاني. محمد عبد الرحيم مدرس لغه عربيه مدرسه تقليديه مدرسه انا شفت الشريحه الاولى شريحه تعليم تقليدي، اما الشريحه الثانيه تعليم نشط فعال تعاوني. بالنسبه لدور المعلم في الشريحه الاولى، دور الملقن ويعني كالآلة بالظبط، اما دور المعلم في الشريحه الثانيه دوره كمواجه او مرشد. دور التلميذ في الشريحه الاولى كدور ايه؟ كإمام لحفظ ايه؟ يعني تيجي عنده ويحفظ. اما دور ايه المعلم في الشريحه الثانيه، دور الطالب في الشريحه الثانيه دوره ان هو ايه؟ هو اللي بيطلع الامر للمدرس. شكرا.